ولا محتاجين تزوروا الطبيعة وتفوجوا وسط مناظر خلابة وكتحبس الأنفاس؟ هاد المرة غنكتشفوا جهات بني ملال خنيفرة، جهة كلها مناظر وعيون وشلالات اللي ما تشبعوش من شوفها فيهم. أول محطة غنتوقفوا فيها هي عاصمة الجهة بني ملال، واللي كتبعد على الرباط بثلاثة ديال السوايع عبر طريق السيار. نسولوا سكان المدينة فين نقدروا نمشيو. الدار السياحي عين اسردون اللي دابا الحلة الجديدة ديالو اللي بزاف ديال التغييرات اللي تغيرات للأحسن، وإلنا كنشوفوا المناطق الخضراء بزاف، الأمن ولا في المنطقة اللي كنشوفوا الناس كتجي مرتاحة وكتلقى الراحة ديالها في المدار السياحي عين اسردون، بتوفير عدة مجالات كالألعاب ديال الأطفال، كالمناطق البلايص اللي يمكن الإنسان يلقى فيهم الحرية ديالو. كاين بزاف ديال البلايص يتشافوا هنا في بني ملال، كعين اسردون، القصبة اللي الفوق، بين الويدان، أوزود، كاين عندنا بزاف ديال البلايص اللي الناس خصها بصراحة تجي تشوف هاد البلايص هادو اللي هي سلام. من بعد مشينا للقصيبة وبالضبط في منتجع تغبالوت اللي كيبعد على مدينة بني ملال بساعة ديال الطريق. هاد المنتجع كيتوفر على جداول متدفقة من جبل الأطلس المتوسط، وكيسميوها الناس إفران الصغيرة ديال هاد المنطقة. نكملوا الرحلة ديالنا، والوجهة القادمة هي أزيلال وبالضبط زاوية بوغماس، ولكن قبل ما نوصلوا لها ضروري ندوزوا على زاوية أحنصال ونسولوا أحد السكان على أحسن البلايص اللي نقدروا نمشيو لهم وشنو هو أحسن تخاجي. كاين السواح تا يدوزوا بزاف، عندهم بلي كات كات بالكواد بالفي تي تي أحسن تراجي عندهم، وهذا هو الباب ديال ما بين أيت بوغماس زاوية أحنصال إيميل شيل. السائح كيدوز على لافالي اوغوز، يدوز على زاوية حنصار كيدخل لتاغيا ويديروا لا كاتيدرال اللي في زاوية تنكا، وكيدوزوا يديروا هذا مضايق سيف ملول من لا كاتيدرال حتى الان 35 كيلومتر ديال المضايق، احسن تراجع عند النصارى. وصلنا الامس فران او بما تسمى الكاتيدرال. سولنا احد سكان المنطقه على شنو هما البلايص اللي نقدروا نزوروهم وفين نمشيو. فلا كاتدرال وبالشلحه وبالعربيه يمس فران باش معروفه، وكاينين بزاف المناظر كاين ما يتشاف، ماشي غير مس فران، كاين الشلال الاول والشلال ديال واخوذن، كاين الشلال الاول، كاين الثاني، كاين الثالث، وكاينين ثاني لي كورج المضايق باش معروفين، لي كورج والمضايق باش معروفين، وكاينين ثاني العيون، كاين ما يتشاف، كاين الشجار، كاين هاد اللوزين، كاين كنرحبوا حنا بالسياح يجيو بزاف لهنا يشوفوا المناظر، راه كاين ما يتشاف هنا. وحنا تما صادفنا احد الزوار وسولنا على المنطقه. واحد الصديق ديالي شكر لي هذه المنطقه، كنسبق له جا هنايا وجينا حنا جبدنا الهدوء والطبيعه وهذا الشيء اللي جبنا ان شاء الله. الانسان اللي ما عمره زار هذه المنطقه يجي يزورها، المنطقه زوينه هذه كاتدرال. وصلنا اخيرا للفالي ايت بوغماس، او كيف ما كيسميوها السياح الوادي السعيد، واللي بينها وبين أزيلال ساعتين ديال الطريق. إلا جاو هاد المنطقة المهم تيديروا لومكون، لومكون إلا يومين ديال المشي باش دير الصومي ديال لومكون 4068 في العلو ديالو. وكاينين لي كورج ديال الجرو، كاينين لي كورج ديال العروس، كاينين لي تخاص دو ديناصور، بداو المغاربة بزاف هما اللي كاينين هنا وتنشجعو باش يجيو، اللي ما شافش هاد المنطقة خصو يجي يشوفها. فالي سعيدة، وملي كتمشيو ليها كتوليو أسعد. والوجهة القادمة هي مدينة خنيفرة، واللي غنمشيو نكتشفو منطقة رائعة أقل ما متكزة اللي كتعني بالعربية الوادي الأخضر. منطقة كتميز بأشجار الأرز والبلوط، وكيف ما كتشوفو فوق التلج عندها منظر ساحر. احنا دابا جينا هنا الصباح بكري، تقدر تفطر، تقدر دير اي حاجه، زعما اي حاجه انت بغيتي ديرها راه زعما ممكن ديرها، زعما قليل صراحه اللي كيعرفها، ولكن الناس اللي سامعين بها وشايفين شنو فيها صراحه كيجيو ياخذوا فكره عليها. السلام عليكم، احنا مجموعه نساء جينا من الشمال تيتوان طنجه،
جينا على خليفرات خلنا هذه المنطقة هذه عجبتنا وباقي غادي نتساراو مناطق ان شاء الله يا ربي ماشي عيون ام الربيع ماشي افران ماشي ان شاء الله يا ربي مولاي يعقوب فاس. مهم الرحله نتمنوا تدوز مزيونه نسائيه 100%. كملنا الرحله ديالنا ودائما في خنيفره، والوجهه هي منتجع سياحي للنزاهه والترفيه على النفس عزيز على الكبير والصغير، بعيد ب 45 كيلومتر فقط على مدينه خنيفره. مرحبا بكم في عيون ام الربيع، شلالات ومناظر غزالة فين تقدروا تجلسوا جنب الواد وتمتعوا عويناتكم، ويمكن لكم تطلعوا تكتشفوا شلال الخدود وتاخذوا صور جميلة للذكرى، كيف ما تقدروا تشريوا منتجات محلية بأثمنة مناسبة. الرحلة باقا مستمرة، والوجهة هي ضاية ويوان اللي كتبعد على مدينة خنيفرة ب 31 كيلومتر. سول الناس ديال المنطقه على لي زاكتيفيتي اللي ممكن للزوار يمارسوها. الناس كيجيو للمنطقه هنا ديال ويوان معروفه بهذا البيدالو اللي موجودين فيه، كيتكرى بواحد الثمن مناسب، كيتمتعوا الناس، كاينين الطيور المهاجره، وهذه البحيره معروفه بالحوت، كيصيدوا فيه الناس، كاين انواع الحوت، كاين البروشيط، كاين لابيرش، كاين الكاردو، كاين الكارب، كاين بعض النوع فيه. وزادوا هذا العام ثاني زادوا واحد النوع اخر كيقولوا لا سميتو لا طونش كحله موجودة كيصيدوا فيه الناس. وهذا العام شوي طاح الثلج، هذا العام مزيان شوي طاح الثلج في هذه السيمانه اللي فات، العطله اللي فات مزيان استفدوا الناس. الناس جاوا من الدار البيضاء، جاوا من وجده، جاوا من منطقه ديال الصحراء، من تا اكادير، من تا فراوت، جاوا لهنا. اللي كتجي في الطاكسي حتى لمريرت، ومن مريرت لهنايا كاين ترونسبور عادي، ماشي كرون طاكسي ولا خطاف كيقدر يجيبك حتى لهنايا. من مريرت لهنايا كاينه 15 درهم باش تجي من مريرت لمنطقه ويوان، اولا الا جيتي من عين اللوح لهنايا كاينه 10 درهم. غنختموا هذه الرحله الجميله بوحده من اجمل سيمفونيات الطبيعه بلحن الشلالات. مرحبا بكم في شلالات أوزود. تقدروا تساراو ما بين الشلالات على حسب المستويات، وملي تعياو كاين انجليزات على جنب الواد فين تقدروا تبردوا وتستمتعوا بهذا المنظر الجميل. في الحقيقة ما سخيناش بهذه اللوحات الفنية الطبيعية. نتلاقاو في حلقة جديدة اللي غتسافروا معنا فيها لجهة أخرى باش نكتشفوا بلادنا.